ديزني بتشتغل ازاي. ديزني بترسم رسم مبدئي مش متحرك في الاول، زي الكاركتر سكتش كده او سكتشات مش متحركة. الممثل بيروح يسجل صوته، بناء على صوت الممثل بيبتدي يحركه الفيلم. إذن الممثل هنا بأدائه هو اللي سايق الرسم مش العكس. انت تعمل دوبلاج عندك العكس، الشخصية اللي مرسومة هي اللي سايقك مش انت اللي سايقها، وبالتالي انت مضطر الى ان الممثل يبقى نفس انفعال العروسة، بنفس احساسها، بنفس زمنها، بنفس حركة بقها. يعني مش ممكن يبقى في الكادر مثلا كلوز لسيمبا مثلا وهو بيقول حاجة فيها مثلا واو في الاخر، واو في الاخر، وانت عامل له به مثلا فالبق مفتوح، او يه فالبق مفتوح. فطبعا دي كانت كلها تحديات.